من التهجير إلى الممرات الآمنة. التاريخ يجيب. كلمة تهجير لغوياً هي الترحيل أو الإبعاد، وفي الإطار السياسي ارتبطت كلمة التهجير بالقسري أي بالإكراه، والإكراه لا يعني فقط غصباً بل أيضاً لعدم توفر خيارات أخرى للسكان في حالات الحرب. يختلف عن النزوح الاضطراري في أن التهجير يكون عادة داخل حدود الأقليم بهدف تغيير التركيبة السكانية لإقليم أو مدينة معينة، ويدرجه القانون الدولي ضمن جرائم الحرب. ومن أكبر عمليات التهجير التي شهدها التاريخ تهجير الأرمن. يعود تاريخ التهجير في العصر الحديث إلى الحرب العالمية الأولى، ففي 27 من مايو لعام 1915 أصدر البرلمان العثماني قانون التهجير لتقنين ترحيل رعايا الدولة العثمانية من الأرمن توفي أثناء عمليات أطلق عليها إعادة التوطين أعداد ضخمة من الأرمن. تهجير الألمان. هجر نحو 12 مليون ألماني في الحرب العالمية الثانية بعد ضم أجزاء كبيرة من ألمانيا الشرقية إلى بولندا. تهجير الفلسطينيين. هجر نحو 700 ألف فلسطيني في حرب 1948، وما يصل إلى 6 ملايين فلسطيني حتى الآن وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة. تهجير السوريين. ولدى سوريا أكبر عدد من النازحين في العالم، يقدر بنحو 12 مليوناً، نصفهم أجبر على التهجير والنصف الآخر ينزحون داخلياً منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011. وكنتيجة لعمليات التهجير ظهر مصطلح الممرات الآمنة أو الإنسانية لتسهيل نزوح المدنيين. وتم استخدام مصطلح الممرات الآمنة أو الإنسانية لأول مرة خلال حرب البوسنة في التسعينيات، لكن تاريخ استخدامها يرجع للحرب الأهلية الإسبانية عام 1936، إذ احتمى بها المدنيون خلال القصف الذي تعرضت له مدينة ألماريا الإسبانية تنفيذاً لأوامر هتلر. فما هي الممرات الآمنة؟ هي اتفاقات بين أطراف نزاع مسلح بمرور آمن لفترة محدودة في منطقة جغرافية محددة، من خلالها يسمح للمدنيين بالنزوح ودخول المساعدات الإنسانية أو السماح بإجلاء الجرحى أو المرضى. لا يوجد مصطلح الممرات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني، لكن تتضمن معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 مواد تحث بشكل واضح أطراف الصراع على إنشاء مناطق محايدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال لحماية المدنيين والمرضى والجرحى والنساء والأطفال. من يقوم بإنشاء الممرات الآمنة؟ يجوز إنشاء الممرات الآمنة من قبل أطراف النزاع أو من قبل طرف ثالث كالأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومع ذلك يصعب الاتفاق على شروط الممر وضمان التزام الأطراف به، إذ لم تتوفر الإرادة السياسية لدول الصراع بإنشاء هذا الممر الآمن. هل يمكن إجبار أطراف النزاع على إنشاء الممرات الآمنة؟ رغم غياب آلية دولية واضحة تجبر دول النزاع على إنشاء ممرات آمنة، إلا أنه تقع مسؤولية أخلاقية وقانونية على الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للتأكد من تطبيق الاتفاقية في جميع الأوقات، سواء في حالات النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي. فهل الممرات الآمنة آمنة؟ أسوأ مجزرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية تم ارتكابها في منطقة أعلنت الأمم المتحدة أنها منطقة آمنة وتحت حماية قوات أممية، غير أن ذلك لم يمنع القوات الصربية في يونيو عام 1995 من قتل أكثر من 8000 بوسني داخلها فيما عرف بمذبحة ساربانيتسا. ويستخدم مصطلحا المنطقة الآمنة والممر الآمن ليعبرا عن أمر واحد، وفي أحيان أخرى عن غايات ونوايا مختلفة. لذلك قد يطالب أهالي بعض المدن بمناطق آمنة داخل مدنهم وبممرات إنسانية لإمدادهم بالغذاء والدواء، ويرفض بعضهم بشكل قاطع ممرات آمنة قد تؤدي لنزوحهم أو تهجيرهم، وهو ما طالب به السوريون حين ناشدوا بفرض مناطق
حظر جوي لحمايتهم من الترحيل القسري، ولنفس السبب رفض الأوكرانيون ممرات آمنة تنتهي بهم في الأراضي الروسية أو البيلاروسية. وفي ذات السياق يرفض الكثير من سكان قطاع غزة إنشاء ممرات آمنة تنتهي بهم إلى تهجير ثان، ويطالبون في المقابل بفتح المعابر الإنسانية لدخول المساعدات الإنسانية. السؤال المطروح، هل سيؤدي فتح معبر رفح لنجمة ثانية؟ وفي حال سمحت إسرائيل بفتح ممرات إنسانية، من المسؤول عن ضمانة أمنها؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.